peace be upon you. النهاردة هنتكلم على houses around the world. وعندنا الهاوس اللي هو ايه؟ كلنا عارفين الهاوس. هاوس اللي هو بالظبط المنزل. This is a house. اللي قدامنا في الصورة ده this is a house. Okay. تعالوا نشوف الصورة اللي بعدها. This is a building. This is a building. A building. هنعمل مقارنة بين الهاوس والبيلدينج. تعالوا من الشكل كده نبتدي نشوف الهاوس مين فيهم is big ومين فيهم is small. طيب اللي شكله small يبقى نقول ممكن the house is small. The house is small. The house is small. بالنسبة للبيلدينج فهو small. Oh, the building is big. The building is big. بالنسبة للهاوس فهو very big. تعالوا نشوف الحاجة التانية في المقارنة بتاعتنا. One family يعني ايه؟ يعني أسرة واحدة. One family. Family اللي أخدناها قبل كده كتير عائلة. One family lives in a house. يعني ينفع في الهاوس ده يعيش فيه مثلا احنا والجيران وخالته وعمته وتيتا وجده وكده. كل دول كتير قوي على الهاوس لأن الرومز بتاعته محدودة. لكن في البيلدينج تعالوا نشوف. عندي هنا many families. خدنا كلمة many قبل كده يعني معناها ايه؟ كتير. many families يبقى عيلة واحدة ولا كتير؟ عائلة كتير. many families live in a building. يبقى نقول تاني كده the house is small. the building is big. one family lives in a house. many families live in a building. طيب تعالوا نشوف حاجة تانية. البيلدينج في حاجة اسمها عندي apartment. apartment اللي هي ايه؟ شقة. apartment. الهاوس اصلا عبارة عن apartment. الهاوس فيه كام apartment؟ فيه كام شقة؟ في واحدة هي عبارة عن apartment اصلا. يبقى it has one apartment. it has one. it has one apartment. طب تعالوا نشوف البيلدينج. بص كده على البيلدينج هتلاقي هنا في كل دور ممكن يكون فيه اكتر من apartment. يعني كل دي apartments عايش فيها عائلات مختلفة families مختلفة. يبقى it has many apartments. it has many apartments. يبقى تاني the house is small. the building is big. one family lives in a house. but here many families live in a building. هنا it has one apartment or many apartments. one apartment. but the building has many apartments. تعالوا نشوف اخر حاجة. some houses. some لما اتكلم على some houses يبقى انا بتكلم على كل الهاوسز الموجودة في العالم ولا بتكلم على بعض الهاوسز بس؟ لما اقول some يبقى بتكلم على جزء من الهاوسز دي بعضهم مش كلهم. some houses have gardens. بعضهم بيبقى فيها ايه؟ gardens. يعني مش كل الهاوسز بيبقى فيها gardens. تمام؟ تعالوا نشوف كلمة city اللي هي المدينة. كلمة city اللي هي المدينة. big cities المدن الكبرى have buildings. ليه هي فيها buildings؟ علشان البيج سيتيز دي بتبقى زحمة جدا فبتبتدي ان هي تستوعب عدد اكبر من الناس. لو بنينا في البيج سيتيز دي houses مش هتاخد الهاوس بياخد one family. طب طبعا الناس دي كلها تقعد فين؟ يبقى محتاجين نبني على قطعة ارض واحدة one building. يبقى في apartments كتيرة زي ما احنا شايفين كده وتستوعب families كتير علشان الزحام اللي بيبقى في البيج سيتيز. تمام؟ هي دي المقارنة بين a house and a building. And now let's listen and read. This is the book picture. دي صفحة من الكتاب بتاعنا والمفروض ان احنا دلوقتي هنقرأ عن الهاوسز وعن البيلدينجز. اول حاجة عندنا some people. لما اقول some people هل انا اقصد كل الناس ولا مجموعة بس من الناس؟ بعض الناس. some people around the world. around the world موجودين في حول العالم في انحاء العالم يعني. live in houses. لان مش كل الناس بتعيش في الهاوسز. some people around the world live in houses. usually يعني مش دايما عادة. one family lives in a house. المتعارف عليه عادة ان one family
lives in house زي ما قلنا من شوية. Some houses have gardens. مش كل الهاوسز فيها gardens, بس some houses, في بعض الهاوسز بيبقى فيها ايه gardens. طب تعالوا نشوف البيلدينج. Other people, في ناس تانية بقى, live in apartments. Live in apartments اللي هي ايه؟ apartments دي موجودة فين؟ In the building. طب والبيلدينج موجود فين؟ In big cities. Apartment buildings are big. بتبقى زي ما قلنا البيلدينج يبقى very big, يعني بيبقى أكبر من ايه؟ من الهاوس. Many families, هنا بقى one family lives in a building ولا many families live in the building. Many families لأن هو عبارة عن apartments كتيرة, وممكن ساعتها يكون يستوعب many families. Now let's read the passage several times and practice reading.